السلام عليكم، هنكمل كلامنا عن المحركات الكهربية أو الموتورز، وهنتكلم النهاردة عن السيرفو موتور. في الفيديو ده إن شاء الله بإذن الله هنتكلم عن إيه هو السيرفو موتور واستخداماته، التركيب الداخلي ليه، أنواعه، وإزاي نوصله بالأردوينو، وإزاي برضو نتحكم فيه أو نكتب له الكود بتاعه مع الأردوينو. في البداية، محرك السيرفو ده أو السيرفو موتور هو ببساطة عبارة عن دي سي موتور، ولكن بيتحرك بزوايا معينة. طيب أنا ليه عايزة إن أنا أتحرك بزوايا معينة؟ احيانا في بعض التاسكس في الروبوتات بضطر ان انا اختار او اعمل الروبوت بيتحرك بزاويه معينه، او اخلي ان الايد مثلا بتاعه الروبوت تتحرك بزاويه معينه. فهنا من هنا جت الحاجه للسيرفو موتور. طيب ايه فكره عمل الموتور ده؟ فكره عمل الموتور ده ان هو بيجيله الزاويه المعينه دي من المتحكم بتاعي اللي هو الاردوينو، والموتور ده بيفضل انه يتحرك، وجواه السنسور ده بيخلي الموتور ده يتحرك لحد ما الزاويه اللي جايه له من الاردوينو تتساوي مع الزاويه اللي الموتور واقف عندها. مش فاهمين حاجه طبعا، بس ده هنوضحها قدام، ولكن دي فكره عمل السيرفو موتور. الحاجه التانية كمان الحلوه اللي في الموتور ده ان هو طالما وصل لزاويه معينه انا اللي محددها له، ما اقدرش ان انا اخليه يتحرك عن الزاويه دي، وبيفضل فوق على الزاويه دي لحد ما يجيله سيجنال تانية تقول له يتحرك على الزاويه الجديده اللي انا دخلتها له، او اللي السيجنال دي جت قالتها له. طيب ممكن استخدم الموتور ده في ايه؟ الحقيقه استخدامات السيرفو موتور بتبقى كتيره جدا في الروبوت، زي مثلا الروبوت ارم لما باجي مثلا انا عايزه اتحرك فيه، اتحكم فيه حركه الزاويه بتاعه الجريبر بتاع الروبوت. كمان لو انا عايزه اللينكات دي تتحرك في زوايا معينه، فده مثال مثلا لتطبيقه في الروبوت ارم. مش بس كده، كمان في الموبل روبوت، في الليجد روبوت بالذات، هلاقي ان هو بيستخدم في او هو بيكون المسؤول عن الموبل روبوت ده يتحرك في الليجد، عن طريق ان كل رجل من دول عشان تتحرك محتاجه ان هي تتحرك بزوايا معينه. فبستخدم في كل رجل من دول عدد معين من السيرفو موتورز اللي بيخلي كل رجل منهم بيتحرك بزاويه معينه. كمان بيستخدم في الهيومن روبوت عشان يماثل حركة ايد الانسان ورجله، وكمان ان هو عشان خاطر يخلي الانسان نفسه بيمشي، او يخلي الروبوت نفسه بيمشي زي مين؟ الانسان. ايه خصائص السيرفو موتور؟ السيرفو موتور ليه انواع وتصنيفات كتيره، التصنيفات الكتيره والانواع الكتيره بتبقى بناء على مثلا الجير بوكس اللي فيه يبقى مثلا ميتاليك ولا بلاستيك. كمان بيتيح لي ارقام مختلفه من العزوم الصغيره والكبيره. كمان زوايا الدوران بتاعته اللي بتكون مختلفه. الحاجه الثانيه برضو من خصائص السيرفو المهمه جدا هي ان في انواع منه بتبقى رخيصه في السعر نسبيا عن الانواع الثانيه، بس احنا متفقين من السيشن اللي فات ان الدي سي موتور هو ارخص الاسعار بالنسبه للمواتير بالنسبه للمواتير يعني المتاحه. كمان السيرفو موتور بيقدر ان هو يتحرك لحد 360 درجه، يعني الزوايا اللي هو بيقدر يتحركها من اول زيرو لحد 360 درجه. واشهر ثلاث انواع للسيرفو موتور هو اللي بيتحرك لحد 60 درجه، ولحد 180 درجه، ولحد 360 درجه. طيب ايه بقى التركيب الداخلي للموتور؟ شكل السيرفو موتور زي ما احنا شفنا كده في اول الفيديو بيبقى عامل كده، ولكن من جوه بيبقى عباره عن شكله عامل كده، بيبقى فيه جير بوكس، وفي ادي سي دي سي موتور اهو، وفي السنسور او البوتنشي ميتر، وفي الكنترول الكترونكس او دايره السيركت دي يعني. تمام. طيب ايه فكره العمل بتاعته؟ فكره العمل بتاعته ببساطه ان انا عندي بوتنشي ميتر او البوزيشن سنسور دي بتشوف الموتور واقف عند الزاويه كام، او هو موجود او البوزيشن بتاعه فين. والكنترول الكترونكس دي اللي هي السيركت دي بيجي لها الكنترول بولس، او بتعرف الزاويه اللي انا عاوزها من الاردوينو اللي انا كنت كاتباها في الايه، في الكود اهو من الاردوينو هنا كده. دي كده بتبقى معروف الزاويه بتاعتها من الاردوينو او المتحكم اللي عندي. والفكره ببساطه ان هو بيقارن الزاويه او المكان اللي واقف عنده الموتور بالزاويه اللي هي جايه له من الاردوينو. لو الموتور واقف عندها فخلاص يبقى الاوتبوت بتاعي عباره عن ان الموتور وصل للزاويه اللي انا محتاجها. لو لسه ما وصلش عندها فبتفضل تحرك في الموتور لحد ما يوصل للزاويه دي. هنشوف دلوقتي فيديو، الفيديو ده هيورينا باختصار شديد كده شكل الموتور ومن جوه موتور السيرفو اهو. الفيديو ده لذيذ جدا، هنلاقي ان هو بيوضح لنا شكل الموتور او بيفك الموتور شكل من جوه اهو. دي المسامير، دي دايره الكنترول الالكترونكس بتاعتي اهي. تمام. هنلاقي اهو ده الدي سي موتور، وهنا كده هتنزل البوتنشي ميتر اهي، المقاومه المتغيره بتاعتي. هلاقي ان ده هو شافت الموتور، حط فيه الجير، وبعدين ركب الجسم الخارجي للموتور زي ما احنا شايفين كده. هنا بقى هيبدأ يحط الجيرز عشان يكون الجير بوكس بتاعي.
للموتور وبس خلاص كده. وده خلاص ده شفط الموتور السيرفو هيركب في المروحة. طيب هوريكم كمان شكل الزاوية نفسها او شكل الموتور نفسه بيتحرك الزوايا المختلفة دي. يعني كده اهو لو جينا بصينا هنا كده هنلاقي اهو ده شكل الموتور وهو بيتحرك بزوايا المختلفة. يدوس عدد من المواتير معينة وبرضه بيتحرك بالزوايا المختلفة. كمان في الفيديو ده كده هنشوف شكل السيرفو موتور وهو بيتحرك في المواتير. ده روبوت ارم اهو. خلى اللينك يتحرك بزوايا مختلفة. طبعا كل ده انا اللي بكون قايله الزاوية بتاعتي عايزة اتحرك لحد فين وهو بيتحركها. زي ما عرفنا الفيديو اللي فات ازاي نحدد الدي سي موتور اللي احنا محتاجينه، في الفيديو ده هنعرف ازاي نحدد السيرفو موتور برضو اللي احنا محتاجينه. لما اروح اشتري السيرفو موتور هلاقي ان هو اقصى حاجه ممكن ينهي عن السيرفو موتور ده هو بيتحرك بزاويه كام وبيديني عزم قد ايه والسعر بتاعه. لكن الحقيقه انا بحتاج ان انا اعرف شويه سبيسيفيكيشن تانيه مهمه للموتور ده عشان خاطر ان انا احدده، ودي انا بلاقيها في الداتا شيت اللي بتبقى موجوده للسيرفو موتور ده، سواء على موقع المكان اللي انا رايح ان انا اشتري منه او موجوده معاه اصلا من الشركه نفسها. يعني السبيسيفيكيشن دي اهم حاجه انا بحتاج ان انا اعرفها، هي الفولت، هو الموتور ده محتاج فولت قد ايه عشان خاطر ان هو يقوم. كمان التورك. في حاجات بقى انا بحتاجها عشان خاطر حسابات العزوم، زي مثلا الويت بتاع السيرفو ده، هو السيرفو نفسه وزنه قد ايه، وكمان السرعه خصوصا لو انا بحسب العزم القصور الذاتي. وفي حاجه انا بحتاجها عشان خاطر الديزاين وهي الدايمنشن بتاع الموتور، وده انتوا تعرفوه ان شاء الله باذن الله في التطبيق العملي للمشروع. يبقى سريعا كده احنا خدنا ايه من اول الفيديو، عرفنا ايه هو السيرفو موتور، عرفنا شكله من جوه عامل ازاي، عرفنا استخداماته وامتى احدد انا محتاج السيرفو موتور ده، و عرفنا ازاي نحدد السيرفو موتور اللي احنا محتاجينه عشان نشتريه. دلوقتي احنا هنعرف ازاي نوصل السيرفو موتور ده بالاردوينو. السيرفو موتور لما بجيبه بيبقى فيه ثلاث اسلاك كده، السلكه منهم بتبقى جراوند، والسلكه اللي في النص دي بتبقى باور. هو بياخد تقريبا يعني اقصى سيرفو موتور ممكن ياخد حاجه بتبقى 6 فولت مثلا، فهيبقى مثلا هنفترض ان الباور هنا 5 فولت، والسلكه بتاعه الكنترولر اللي هي بتبقى متوصله بالاردوينو. ده شكل توصيله اهو، دي السلكه بتاعه الباور متوصله، الكنترولر متوصله بالاردوينو، والسلكتين التانيين واحده بال 5 فولت والتانيه بالجراوند. طيب ازاي بقى اكتب الكود بتاع السيرفو؟ اول حاجه انا بستدعي المكتبه بتاعه السيرفو، المكتبه دي بتبقى جاهزه في الاردوينو عشان خاطر ان انا اتحكم في السيرفو، وبعدين بكريت الاوبجكت اللي هو السيرفو ده واسمي السيرفو بتاعي اللي انا هستخدمه. طيب لو انا هستخدم اكتر من سيرفو انا ليا حريه اختيار الاسم ده، تمام؟ يعني الاسم ده انا ده فاريبل عادي انا اللي بحدد اختياره، سميته ماي سيرفو، سميته سيرفو 1، سميته سيرفو 2، ايا كان انا سميته بالاسم ايه انا ليا حريه اختيار الاسم ده، تمام؟ وبعدين بكريت فاريبل، الفاريبل ده انا استخدمته عشان خاطر ان انا اديه الزاويه المعينه. بس دلوقتي احنا هنعمل الفاريبل ده از كومنت، يعني هخلي كان الكود مش شايفه وهقول لكم ليه قدام. وبعدين هنا عشان خاطر ان انا عايزه اوصل السيرفو ده ببنايه رقم كذا، فهنا بستخدم الاوبجكت ده عشان خاطر اقول له ان السيرفو بتاعي موجود في البنايه رقم كام، وهي عشان ده 9 معنى كده ان السيرفو موتور اللي هو بتاعي لو افترضنا ان ده السيرفو موتور اهو، هلاقي ان هو موجود على البنايه رقم 9 في مين؟ في الاردوينو. اجي دايره الاردوينو اهي، ده كده بورده الاردوينو، معلش بقى رسمنا على قدنا، تمام؟ وهو هنلاقي ان السيرفو موتور موجود على البنايه رقم ايه؟ 9، تمام. وفي الفويد لوب انا بقول له بحدد بقى ازاي الزاويه اللي انا محتاجاها عن طريق اوبجكت اسمه ماي سيرفو دوت رايت. الماي سيرفو دوت رايت ده بديله الزاويه او الانجل اللي انا محتاجها. انا وليكم مثلا عايزاه اخليه لحد 30 ثانيه، وسوري لحد 30 درجه، وبعدين بدي ديلي بسيط كده 15 ثانيه. لحد هنا انا كده كتبت الكود بتاع السيرفو موتور، والاوتبوت بتاع الكود ده هيكون عباره عن سيرفو موتور اهو، ماشي، ودي ادي المروحه بتاعته اهي، وهتتحرك من هتروح يعني لحد مين؟ الزاويه 30، تمام. طب افرض بقى انا عايزاه يتحرك من مثلا من زاويه لزاويه، وليكن مثلا عايزاه يتحرك من 0 لحد 90 درجه، ساعتها هعمل ايه؟ ساعتها انا هستخدم بقى ايه الفاريبل ده. ساعتها انا هشيل الكومنت بتاع هشيل الكومنت ده اهو، هشيل الكومنت اللي انا عملته للفاريبل ده،
واستخدم الفاري وهستخدم الفاريبل ده في ان انا في ان هو ده يكون الفاريبل بتاعت اللوب بتاعي اللي تخليه يعد من 0 لحد 90. ادي اهو من اول هنا كده انا بعمل الكود ده عشان خاطر نعرف ازاي نخلي الموتور يتحرك من 0 ل 90 في اتجاه عقارب الساعه، او من 0 ل 90 في اتجاه عقارب الساعه اللي هو هيكون كده تمام، ومن 90 يعني يرجع بقى بعد ما راح ل 0 ل 90 يرجع بقى من 90 لحد 0 بعكس عقارب مين الساعه. اول حاجه عشان يتحرك من 0 ل 90 مع عقارب الساعه بستخدم اللوب. اللوب دي هتبدا من اول 0 تعد لحد 90 في حاله انكريز طبعا، وهحط هنا في الاوبجكت بتاع ماي سيرف دوت رايت اسم الفاريبل بتاعي، وكل ما الفاريبل بتاعي ده بينكريز السيرف بتاعي بيبدا انه ايه يتحرك. وبعد هنا كده لحد هنا هو وصل اتحرك من ايه من 0 لحد ايه 90 درجه. طيب وعشان يتحرك من 90 بقى لحد 0 بستخدم برضو فول لوب، بس بيحصل لها ديكريس بتقل، وبرضو بستخدم ايه الفاليو بتاعه. وكده احنا شرحنا السيرفو موتور، وضحنا ايه هو وفكره عمله واستخداماته وتوصيله بالاردوينو وازاي اكتب كود، واشوفكم ان شاء الله باذن الله في الفيديو الجاي.